المجلس القومي للمرأة، احنا هنا في قعدة ستات بنناشد المجلس القومي للمرأة، عايزين حق كل ست بيتمارس العنف ضدها بالمنظر ده، بتضرب بتتهان، مفيش حق ليها أبدا. لما ست تضرب بالمنظر ده مش عارفة أقول إيه، يعني أنا مش عايزة أقعد أقول في كلامة ألف برامج كتير، ده لو حرامي كان مش عارف إيه، ده لو كان إيه عمل فيكي إيه، ده مش يعني أنت مش بني آدم. هو فعلا كان لازم يطلع مدمن مخدرات لأن هو مش عارف يسيطر، لأنه بيضرب حتى بطريقة ما فيهاش عقل. يعني إحنا شفنا فيديوز كتير قوي لستات بتضرب وبتعمل وبتسوي، بس درجة الضرب الغريبة الرهيبة دي مش بنبرر الضرب يبقى عامل إزاي، ولكن الفكرة نفسها الطريقة نفسها شومة ويضربها وسكينة، لأ مش للدرجة دي. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.